دلوقتي تعالوا مع بعض نسمع مراد السويتي بأغنية علي الكوفية من التراث الفلسطيني. بتحب فلسطين قد ايه؟ كتير 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 يعني. شفناك متأثر شوية وانت بتغني صح؟ بغني لبلدي. نطلب من اللجنة تدي ضوء. أربعة أخضر يا مراد. أستاذ زياد تفضل. مش لا يعني بدي اقول لك شغله، مش لانه امي من القدس يعني، بس مراد غنى الغنيه باحساس كثير عالي، وبقول لك يا قدس اننا قادمون. بس ان شاء الله ان شاء الله. هنيك من قلبي مراد، جيد. وهذا الشعور الوطني، هذا شعور حلو انه نرجع نوخذ شوي الاشياء الوطنيه ببعض الاشخاص اللي نسوا الاوطان.
مراد انت مطرب هايل ومطرب عظيم، وعايز اقول لك لو فرض وما خدتش انت السوبر ستار فتاكد ان انت السوبر ستار. مراد طيب حلو تشجيع حلو. مراد غنيت بالاغنيه الاولى احساس عالي بهدوء ورقي، وغنيت الاغنيه الحماسيه بشكل جيد. انت نموذج مشرف للبرنامج. الله يوفقك. شكرا لكم.